وشا، الموقع الفني الأول في مصر. الحقيقة أنا كنت خايف فعلا في الظروف الأول، خصوصا المسلسل هيتذاع في رمضان. لو ما كانش هيتذاع في رمضان ما كانش بالنسبة لي هبقى خايف في الأول كده يعني. إنما لما دخلت لقيت إن كل الكرو أو المسؤولين عن المسلسل يعني إنتاج وإخراج حريصين عشان المسلسل، سمعت إنه هيتذاع في الدول العربية والسعودية وحاجات كده، إن إحنا ما نقولش كلام يبقى يعني نحاول حتى كلمة قواد ما نقولهاش في المسلسل. فتلاقيني معظم الوقت بتكلم على أوراني اسما وصفة ومعرفش إيه، أنا صحيح أوراني إنما معرفش أبقى حريص على بيتي، وكان رغم كل السفلات اللي بيعملها شخصية كانت جديدة بالنسبة لي، وكان رهان بالنسبة لي إن ترى هنتصدق ويا ترى الناس هتستلطفنا ولا لأ، خصوصا إن أنا بقالي 3-4 سنين في رهان دائم مع نفسي يعني، عشان أنا كنت طول عمري بعمل مسرح، والمسرح بالنسبة لي كوميديا. يمكن دي نظرية متخلفة شوية، بس أنا من وجهة نظري لما أجيب حد يقعد يتفرج على مسرحية ساعة ونص، ساعتين ونص حاجة كده يعني، مش هنكد عليه يعني إنه شوف ممكن نشوفها في البيت، لكن لما أجيبه المسرح لازم يبقى كوميديا يعني. فإن أنا لما أعمل بقى وأخش البيوت بقى، في كان مسلسل ولا فيلم سينما ولا الكلام ده، عاوز أعمل الجد وعاوز أعمل التراجيدي كمان. هل هتصدق زي الناس ما صدقتني واتبسطت مني في الكوميديا ولا لأ؟ عشان ما تصنفش بس الأكتر والأقل. فالحمد لله لقيت الناس مرحبين بالمسألة دي من 2013 لما عملت سعد العجاتي في موجة حرة، وعملت عباس أبو نوها دوت في اسمه مؤقت الشخصية اللي كانت التراجيدي دي. فإلى جانب إن أنا كنت عامل في نفس السنة الرجل العناب، وكنت عامل الكبير أو كنت عامل الكوميديا، ربنا سبحانه وتعالى فقط. حتى في مخرجة اسمها مش عارف اسمها إيه، كانت بعتت قالت الكل بيتكلم على بين فؤاد، أنا بتكلم على مدير عمل بين فؤاد صرافي بالضبط، وهي مخرجة مش كده؟ مش عارف، فبيتكلم اشتغلش معه قبل كده يعني، وده أنا مستغربه مش عارف ليه، هذه الوحيدة مش عارف ليه. ما جراب حواء دي ممدوح شيء مش عارف ليه كنتش في جراب حواء، بس اوكي يعني. انا ما عنديش كمان مدير اعمال، والله انا عندي لبيس انا اللي بساعده يعني. ساعات بقول للناس اندهولي محمد رضوان اللي واحمد مكي رمى افيه قبل كده، قال لي انت ما معكش حد اسمه رضوان من كتر ما بندهله ما بيجيش. والله اول احسان حلف طلاق انه هو اللي هيشيل لي الموبايل ويشيل لي السجاير اللي بعوز ويجيب لي القهوه ويجيب لي الشاي، من كتر ما شافني عمال ده الواد ما بيجيش يعني. والله بينام اكتر مني، اخش انام في الاوضه وبغطيه وبوسه في اورته وبتاع. توفيق ربنا سبحانه وتعالى. والله طبعا المساله للاسف الشديد جايه على البيت جدا، يعني مش طايقني، وعندي طفل عندها 5 سنين، عندي بنت في تانية ثانوي وعندي ولد في اولى ثانوي، وعندي بنت عندها 5 سنين. في مره كنت خارج فقالت لي انت رايح اصور، قالت لي الله يحرق التصوير. خليت طفله تقول الله يحرق التصوير. بس يعني فتوفيق ربنا مش اكتر والله. وللاسف الشديد برضو المساله جت على صحتي شويه، عشان كده بفكر جديا ان ده ما يتكررش تاني. بناء على حاجتين، في مخرج انا ممكن اروح اشتغل معاه وانا ما اعرفش هو هيعمل ايه، لان انا في ناس انا من وجهه نظري ان لما يعكوا بيعملوا فن، زي احمد الجندي، زي محمد ياسين، زي شريف عرفه، في اسامي كده اللي هو اساسا مش هيرضى يعمل حاجه مش حلوه، فبالتالي الواحد بيبقى له الشرف انه ينتمي لحاجه زي كده. عندك مثلا افراح القبة، مسلسل انا كنت مرشح له من الابطال يعني من السنه اللي فاتت، بس لما مضيت حاجات ما بقاش ينفع تمام. فانا اتصلت بالاستاذ محمد ياسين وقلت له عاوز اعمل مشهد في مسلسلك ولو مشهد واحد. فالراجل فعلا جابني، عملت مشهد 6 صفحات اخذت فيه يوم كامل معاه عشان انتمي لمسلسل ناجح. انا بحب ابقى منتمي للمسلسلات الناجحه يعني. معاييري دايما ان لم يكن مع مخرج انا بعرف كويس قوي هيحطيني في انهي منطقه، يا اما اقرا الورق. فبنات سوبرمان من المسلسلات القليله جدا في حياتي اللي قريتها. كان على الحظ ان انا مسافر الهند عشان اعمل فيلم بتاع جحيم في الهند، فخدت الورق معايا وقريته واتبسطت جدا، وكلمت حسام وانا هناك يعني ان الورق عجبني، وبصراحه كان الدور جديد يعني. وشوشه، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوالي.